قبل يا سيدي فريسه يا معلم سيدي. من هنا صاحبي؟ نعم. انت منين؟ من التجمع. والسكابانس بقى جاي منورنا هنا ليه؟ نعم السكابانس جاي منورنا ليه؟ طب خد بس اكلمه جوه. عندي شغل. انا مش سامعك من صوت المكنه. بطل المكنه. تعالى انا محتاج اروح. احنا كنا انا هجيب لك اوبر جوه. تعالى طب السكوتر. طيب هنجيب لك السكوتر ما تخافش. ده احنا وبعدين ده احنا اصحابك عيب. يا رجالتنا يا رجالتنا بالراحه. بس انا اتابع المعلم رمضان. معلم رمضان. معلم رمضان بص بقى يا صاحبي، احنا بالاول كده مش رجاله حد، وتاني حاجه معلم رمضان وبتاع مين؟ انت تفكر الكلام ده ياكل معانا؟ لا لا انا مش قصدي خالص، هو حتى مش معلم يعني. ده لا بقول لك ايه، بقول لك ايه عايزك تصبر كده عشان تاخد اللي تستاهله، عشان لو لكلكت هتاخد على عين اهلك. هو المعلم سيكا قال لك تتكلم؟ لا يبقى تقطم. اتفضل يا معلم. بقى ونهيتها. اخوك مزنوق في فلوس، هتقف جنب اخوك في زنيته؟ لا طبعا لا مش هقدر. مش هتقف؟ لا قصدي لا يعني اللي انتوا عايزينه طبعا. يلا طيب قلب نفسك بسرعه. طلع يلا انجز. يلا يلا. الجزمه دي ايه؟ شياكه. طب تلزمني. خدها. عايزين الجزمه صح. لا مؤاخذه يعني. لا اتفضل. لا انا معلش يعني. السكوتر ده ايه؟ لا بعد اذنك. ولا السكوتر ده. يا ولاد الحرام قلبت الوقت. انت كويس؟ الحمد لله. شكرا شكرا جدا. شكرا يا احمد. شكرا شكرا جدا. ربنا يخليك. شكرا. راحتك. شكرا جدا. عم سعد. عم سعد. خير خير. في حاجه ولا ايه؟ استاذنك في تليفونك بس، هعمل مكالمه سريعه جدا. اتفضل بس ما فيهوش دقايق كتير. حاضر. الو اكرم. اكرم انا متسوح فشخ، الحقني. انا كنت متسوح وكلمتك 100 مره. يا اكرم انا اتسوحت في الشغل غصب عني وحياه ربنا. انا اتثبت يا اكرم، انا اتثبت وخدوا مني كل حاجه. انا من غير جزمه دلوقتي. ممكن بعد اذنك تطلع من البلكونه تحدف لي جزمه؟ انت تحت البيت يعني؟ اطلع محدش هيشوفك. شوف يا استاذنك الدقيقه تخلص. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده اكرم. اكرم بعد اذنك اطلع دلوقتي من البلكونه احدف لي جزمه. شكرا. شكرا عم سعد. تصبح على خير. تنالف. خد